يتم وضع السمنت والبطحة وعمل تجويف ووضع المياه داخل هذا التجويف ليتم خلطها بشكل جيد. كما تلاحظون تم وضع الاسمنت والبقرة كمية مناسبة ويتم خلطها بشكل جيد. تم خلط الماء وخلط مكونات السمنت والرمل بشكل جيد. حمال الياسي كما تلاحظون يتم التلبيش على الجدران دمجها مظبوط بشكل جيد. هنا يتم تنعيم الوجه الأخير بضخيم الماء واستخدام الإسفنجة. طبعا هذه المرحلة آخر مرحلة من أعمال الياسة وهي تنعيم الياسة. المواد المستخدمة في الياسة الطبيعية أو العادية رملة الرياض بيضاء اللون خالية من الشوائب والأملاح، ويتم أخذ عينة منها إلى المختبر للتأكد من جودة هذه المواد قبل الياسة. طبعا الانتباه، هناك رملة بيضاء أنواع كثيرة، ولكن أفضل نوع هو بطحة الرياض. بطحة الرياض نخب أول هو جيد جدا لأعمال التلييس، ولكن هناك عدة أنواع من الرياض وعدة أنواع من مناطق أخرى، ولكن أفضلها بطحة الرياض نخب أول. بالنسبة للياسة الجدران الحمامات والمطابخ وكل ما هو تشطيبه سيراميك أو بورسلان للجدران، يتم تخشين الياسة كما تلاحظون، وذلك لزيادة التماسك بين السيراميك أو البورسلان والياسة، وتكون المادة الرابطة بين الياسة والسيراميك غراء من نوع جيد ومعتمد.